السلام عليكم. لقطات جلد سكوادات وبعض اللقطات السولو بصراحة حلوة كتير من الموسم الجديد 16 اللي نزل من كم يوم بر بمود الرانكد من المحترفين. أتمنى أن يعجبكم يا شباب، لا تنسونا من لايك وتابعنا على الفيسبوك، راح تلقوا الرابط بالوصف عشان البثوث ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم. Nice job. Should be more. Another team in my mark. Should be more. Wow. Where is the last guy? There's a team, not last guy. Okay, but where? Oh, car, on the 25. In the mountain. On push side. They run. Come here, the zone closing. They were coming? Yeah, it's us. Where? Two knocked inside, bro. Last guy. Killed him. Good job. Yeah, killed him. Did they have 5-6 ammo? I need 5-6. I think so. Where did you kill them? One of them is here. Oh, I killed the last guy here. What the fuck? He's offline. Oh, what the fuck? Stop, mom! No. Go high ground. Stop my mark, Yeah. Here. Careful, maybe someone here. Let's check it. Oh. Let's go. عندي مخزن عادي بدك اياه افتح يا سمسم هناك. بدك تلعب لعيب يا لعيب. ثواني سير حدك نضربه. شو يعني؟ اخر طابق. اي بات على شارتي. يوك دين بشار. Okay.
دفل. يلعب حد صار. لا يا حرام والله حرام. لك هذا اسكو هذا شو اسمه كامل ايش يسمونه ايش اللعب يصير والله او هي اللعبة نفسها او انه في تحديث ويندوز لازم ينزل عشان يحل هالمشكلة هاي جزء من احيانا يكون الويندوز هو السبب لكن العصر من شوي يعني ما واجهت منه مشاكل فيها لعبة ساعة وما ادري كم عادي اسطورة انا متابعك بس امبارح بس كان شوية جيمات 10 على 10 سوري برو يا حي لقد انت اجي مكراي